2-0 فريق الوداد الذي عبر الاشياء اليسرى. لاحظ نادر الميغ يقول لهم الجرينتا يجب ان تحضر، هذه تلخص لك كل شيء. نكون ولا نكون، يجب ان نكون، يجب ان نبحث عن الهدف، يجب ان لا نستسلم كيفما كانت الظروف هذه المباراه. حتى لو تاخر الهدف، هذه عرضيه محاوله وداد في راسها.